حد بيكلمني بيقول لي مش انت خارج في تقسيم اسكندريه شرق وغرب؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ اخواننا ده صدر قانون بانشاء محكمه جديده في غرب اسكندريه وشرق اسكندريه، زي ما انشئت محكمه في البحيره الثانيه شمال وجنوب وطنطا شرق وغرب والبنها او الاليوبيه شمال وجنوب والجيزه شمال وجنوب والجيزه اربع محاكم. قانون المحاماه بيقول ايه؟ بيقول تنشا بكل محكمه ابتدائيه نقابه فرعيه. يعني كل محكمه ابتدائيه تنشئها الوزاره او ينشئها القرار الجمهوري انا لازم اعمل فيها نقابه. ده نص القانون اللي كان موجود في قانون المحاماه. وكنا داخلين على انتخابات. لو انا فتحت باب الترشح دون ان انفذ القانون هتتوقف الانتخابات. فعملنا ايه؟ تمت دعوه للنقابات المختلفه للتصويت على قرار الدمج. احنا طرحنا طلب في الجمعيه العموميه للدمج، هل توافق على دمج نقابات كذا وكذا 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 وكذا؟ وافق لا وافق. جت جمعيه عموميه لم يحضر فيها ازيد من 2000 واحد. الحد الادنى لحضور الجمعيه العموميه 3000 محامي. زعلوا قوي المحامين اللي كانوا عايزين يضموا. قلنا طيب انا مستعد ادعو لجمعيه عموميه ثانيه واعتبر انه يعني ظروف الحضور تعثرت، فدعيت لجمعيه عموميه ثانيه علشان النظر في دمج النقابات. محكمه طعنوا هم على قرارنا، طعنوا هم برجالهم وبادواتهم على قراري بالدعوه الجديده للدمج. والمحكمه حكمت بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوه لاعاده الدمج. ليه؟ قال لك انه الدعوه الاولى اولا ان النصاب 3000 مش 1500، يعني احنا كان كلامنا صحيح. اثنين انه نقيب المحامين او نقابه المحامين مش من حقها تعيل تعمل اعاده لجمعيه عموميه غير العاديه لانها جمعيه غير عموميه غير عاديه، وان اراده المحامين بالانصراف عن الحضور، ده منطوق الحكم، ان اراده المحامين بالانصراف عن الحضور ده يعتبر تصويت ضد القرار، وبالتالي لابد من اعمال اثر الجلسه الاولى او الانعقاد الاول بعدم اكتمال النصاب. فاحنا اكرهنا بما قدم من المحكمه وبالتقصير الذي حدث من المحامين. طب لما انتوا قادرين، لما انتوا حريصين على قرار، ما تحشدوا له، ما تحضروا الناس. وانا هجيب الناس ازاي من غير ما تيجي او تبقى هي صاحبه اراده في انها تحصل او تتواجد او تيجي؟ هذا الكلام يراد به باطل، ليس حق، لكن يراد به ايضا باطل علشان تسويه الصوره النهارده، لان احنا في موسم انتخابات، احنا في مرحله انتخابيه. هنفضل نطلع العفاريت ونقول حصل وعمل واساء وضيع وفقد وراحت وجه، كل ده انتوا عارفينه، انتوا محامين كبار. انا اراهن على ذكاء المحامين دائما، واقول ان المحامين بوعيهم العام فاهمين كويس الغسل من السمين، وفاهمين كويس ايه هي الاشاعه وايه هي الجمل المرسله التي يراد بها العمليه الانتخابيه.